السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل مع بعض تفريز الليمون بطريقة سهلة وبسيطة وان شاء الله هتعجبكم. اول حاجة انا بعملها جبت كمية من الليمون، غسلتها كويس جدا، وهبدأ ان انا اقطعه بالشكل ده. وهجيب كده كوباية او حاجة، هبدأ ان انا اعصر فيه الليمون. الليمون سعره حلو قوي اليومين دول، ففرصة ان انتي بتخزنيه بيبقى حلو قوي، وبخلص كل الكمية اللي معايا بالشكل ده. بعدين هجيب قوالب من التلج، قوالب التلج العادية دي، انا عندي منها كذا حب. هبدأ ان انا احط فيه الليمون كده، بيبقى المكعب على قد الليمونة او نص او ليمونتين حسب حجم المكعب اللي عندك. هبدأ ان انا اخلص كل كمية الليمون اللي معايا بالشكل ده واحطها في القوالب المكعبات. بالشكل ده خلصت كل الكمية اللي معايا وحطيتها في كل القوالب اللي عندي. بعدين هنا القشر اللي بقى معايا من الليمون انا مش هرميه، هحطه كده في كيسة في الفريزر، وان شاء الله هعمل معاكم فيديو هوريكم انا بعمل بيه ايه. يعني كل ما تعصري ليمون بتشيل القشر بتاعه كده في كيس في الفريزر، وما بيتجمع معاكي بتطلعيه وبتعملي بيه حاجات كتير قوي، بنبقى برضو استغلينا القشر منه. وبكده انا هبدأ ان انا اجمده في الفريزر وهوريه لكم بعد ما يطلع. بيكون ده شكله اول ما بيتجمد معايا، ببدأ ان انا كده اطلعه من القوالب، بيطلع بكل سهولة. بعدين هجيب علبة واحط فيه القوالب ديت، بيبقى حلو قوي وجاهز معاكي في اي وقت. لو حتى جالك ضيف بتحطي مكعب او مكعبين في كوباية المية عليها السكر، وكده بتبقي حضرتي احلى كوباية عصير، وبينفعك في حاجات تانية كتير، بتحطيها على الشوربة او في اي تتبيلة، بتسحبي مكعب او مكعبين زي ما تحبي. الطريقة دي بجد حلوة قوي، بتوفر عليكي وقت قوي. اتمنى يكون الفيديو عجبكم والطريقة تكون عجبتكم، وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، وما تنسوش اللايك. اسيبكم في رعاية الله، سلام عليكم.